بسم الله الرحمن الرحيم. جهود السعودية في رعاية الحرمين وخدمة ضيوف الرحمن عظيمة مباركة، لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد، ولها الحق في منع من تشاء في دخول أراضيها أو حتى دخول الحرمين إذا كان يخل بقداستها وحرمتها وأمنها. والإخوة المسؤولون في السعودية يدركون تماما أنه ليس لأحد أن يمنع مسلم من الحج أو العمرة ما دام أنه يحافظ على أمن المكان ونظامه. لكن منذ سنتين منع البدون في الكويت من الحج أو العمرة، إما لأن بعضهم يدخل أو يخرج، أو لأن الجواز لا يطابق فنيا المعايير الدولية. أما إشكالية أن بعضهم يدخل ولا يخرج، فهذا أمر يمكن ضبطه بين الجهات المسؤولة بين السعودية والكويت، وهم جميعا متعاونون بحمد الله. وأما الجواز الممنوح للبدون في الكويت، فهذا الجواز يتيح له دخول أي دولة في العالم وفق المعايير الدولية، فكيف يمنع عن الحج والعمرة؟ وأرجو عدم الربط بين حل قضية البدون وتمكينهم من الحج والعمرة، فهذا أمر سياسي سيادي، وهذا أمر إنساني شرعي. وأنا والله تأخرت في عرض هذه القضية حبا في السعودية وأهلها واحتراما للجهود المبذولة، لكن المنع له مرارة لا يعرفها إلا من تذوقها. لذلك أتمنى من الإخوة المسؤولين في السعودية والكويت أن ينهوا هذا التواصل بحل هذه القضية وتمكين المسلم من زيارة بيت الله. وختاما كل الشكر للإخوة المسؤولين في السعودية والكويت للمساعي في حل هذه القضية، لا سيما الإخوة المسؤولين في وزارة الأوقاف الكويتية. أعرف أن الإجراءات الأمنية والقانونية تغيرت مع مرور الزمن بين الدول، لكن خلوني أختم لكم بهذه الطرفة التاريخية. في رحلة أحمد طوسون في منتصف القرن التاسع عشر منع حاج من دخول جدة، قيل له أين جوازك؟ فأخرج مصحفا وقال هذا جوازي فأدخل.